المنفذ البحري الوحيد لمحافظة شمال سيناء طبعا هو جزء من الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بيشهد أعمال تطوير، بيشهد أعمال تكريك، أعمال زيادة في الأرصفة، عمق في هذا الميناء من أجل الرواج التجاري. بكل تأكيد له تأثير على حركة التجارة، وفي أعمال تطوير كبيرة جدا وإعادة تأهيل مرة أخرى لإعادة افتتاحه إن شاء الله قريبا بيشهدها ميناء العريش. كل هذه الأمور هنعرفها بالتفصيل من سيادة اللواء خالد عرفة نائب مدير ميناء العريش اللي منورنا في صباح الخير يا مصر. سيادة اللواء صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. كل سنة حضرتك طيب. شرفنا ومنورنا في مدينة العريش. شكرا جزيلا لحضرتك. أعمال كبيرة في التطوير، يعني احنا واحنا داخلين حتى الميناء شايفين ان العمال شغالين ما شاء الله، العمل على قدم وساق. عايزين نعرف ايه أعمال التطوير اللي تمت حتى هذه اللحظة، او الخطة بشكل عام لتطوير ميناء العريش. انا استأذن حضرتك بس، ميناء العريش من سنة 81 كان عبارة عن مرسى صيد يحتوي على 2 سقالة لرباط الصيد، لرباط سفن الصيد فقط. طبعا كانش لا يتناسب ابدا ان يبقى هو ده اللي يبقى ميناء تجاري. ميناء تجاري سنة 96 بالتعاون مع هيئة مواني بورسعيد تم انشاء الميناء التجاري اللي احتوي على رصيف تجاري بطول 242 متر، غاطس 7.5 متر، ورصيف آخر للمواعين بطول 122 متر، غاطس 5 متر. واتنقلت تبعية الميناء دي لمحافظة شمال سيناء. مع تطور الزمن ومع تطور السفن التجارية والتجارة أصلا، الغاطس اللي هو 7.5 متر ده لا يتناسب أبدا مع دخول السفن ذات الحمولات الكبيرة. صحيح، اللي احنا بنتكلم من 30-40 ألف طن، لان السبعة ونص ده يدوبك بيدخل السفن من 3-7 آلاف طن. مع حجم البضائع ومع حجم المنتجات اللي بتخرج من شمال سيناء كان لا يتناسب ابدا حجم الميناء ده مع الزمن اللي احنا فيه. فصدرت التوجيهات السياسية ان لازم يتم انشاء ميناء يليق بالمنطقة ويليق بشمال سيناء وجمهورية مصر العربية، ويبقى ميناء متميز من أكبر المواني في منطقة شرق المتوسط. تم سنة 2015 تم نقل تبعية ميناء العريش البحري من هيئة مواني بورسعيد إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية. الفكر العام للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ان هي تبقى لها مواني محاوطة سيناء، شبه جزيرة سيناء، لسهولة الأعمال اللوجستية من المناطق الصناعية المنتشرة في سيناء لخارج البلاد والتصدير. أعمال التطوير بالنسبة لميناء العريش اشتملت مرحلتين. المرحلة الأولى اللي احنا فيها حالياً، ودي المرحلة الأولى اللي هي الحوض الأول. الحوض الأول ده اشتمل أرصفة بأطوال 1250 متر، الغاطس بتاعها 12 متر. دي اللي احنا موجودين عليها دلوقتي؟ احنا موجودين عليه دلوقتي فعلا. الغاطس 12 متر ده يعني يدخل لي السفن حتى من 30-40 ألف طن. عظيم. فدي حاجة طبعا مناسبة بالنسبة للأعماق في المنطقة دي. اشتملت أعمال التطوير التعميق أو التكريك في الميناء. حوض الميناء بالكامل اتكرك حتى عمق 13 متر. الممر ملاحي، إنشاء ممر ملاحي عشان ندخل بقى السفن الكبيرة دي بطول 1.5 ميل، عرضه 200 متر، الغاطس فيه حتى 13 متر، منطقة دوران، دائرة دوران للسفن بردك 14 متر يا فندم بقطر 500 متر. طيب الأعمال دي كلها هتعمل قفزة كبيرة جدا 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 للميناء دي. المرحلة الأولى دي تخلص 2023 بالنسبة للأرصفة. في مرحلة تانية هيبقى فيه الحوض التاني تقريبا نفس أطوال الأرصفة، بس الأعماق احتمال كبير تبقى أكبر. ده هنا برضو هنا مجاور لي على طول هنا في اتجاه الشرق يا فندم، بنفس الأطوال الأرصفة بس هتبقى الأعماق أكبر، بحيث أنها تبقى أرصفة متعددة الأغراض ممكن تستخدم لاستقبال السفن التجارية المختلفة.
الاعماق ممكن تصل في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الحوض الثاني لغايه من 15 ل 20 متر، وبالتالي هتسمح بدخول السفن الكبير من اول 70 80 100 الف طن. طبعا ده هينقل المنطقه نقله كبيره جدا. طبعا بكل تاكيد، هل في اعتماد مثلا بيحصل عليه المينا بعد الانتهاء من عمليه التطوير او كده؟ الاعتماد بالنسبة للمرحلة الأولى هنا الـ 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 تم تخصيص 3 مليار جنيه لإجراء أعمال التطوير بالنسبة للحوض الأول. بالنسبة للحوض الثاني يعني طبعا مع الظروف اللي احنا فيها دي أكيد الموضوع هيعدي 4 مليار جنيه. الأهم من ده ومن ده كله واخد بالك إن المنطقة أصلا بتاعت شمال سيناء منطقة العريش، أهالي العريش هيبقى ليهم وظايف، وهيبقى ليهم المينا الكبير قوي ده، المينا المحوري ده هيخلق لهم فرص وظايف جبارة. صحيح، سواء في الإنشاء أو في التشغيل. في الإنشاء والتشغيل والتداول وتداول البضايع، شحن وتفريغ، عناصر أصلا موظفين مينا، جمارك وأمن موانئ، كل الأجهزة بتاعت المينا. يعني ان شاء الله باذن الله الخير كله لمحافظه شمال سيناء. احنا شايفين ان شاء الله باذن الله التوجه الكبير كله ان المحافظه دي يعني هترتقي جدا جدا جدا، وهتبقى فعلا المينا ده مينا محوري على مستوى شرق المتوسط كله. عظيم، احنا اتكلمنا عن الرواج التجاري السفن القادمه الى شمال سيناء، ما اتكلمناش كمان عن انه في المستقبل القريب ان شاء الله بعد افتتاح المينا في منتجات كتيره جدا بيتم تصديرها من شمال سيناء، زي الاسمنت، متميزين طبعا في صناعه الاسمنت، الفحم، الرمل الزجاجي، كل هذه الامور برضو هيتم تصديرها من هنا من خلال المينا. تمام يا فندم، وهو ده الاساس. منتجات شمال سيناء او منتجات سيناء كلها لازم تخرج للدول وتتصدر للدول، هتتصدر للدول عن طريق المواني بتاعت الهيئة الاقتصادية. احنا عندنا الهيئة الاقتصادية لها المنطقة الشمالية اللي بتحتوي على مينا العريش، مينا شرق، ومينا غرب بورسعيد. المنطقة الجنوبية اللي بتحوي مينا الأدبية، ومينا العين السخنة، ومينا طور سيناء. طيب الصناعة كلها والمناطق الصناعية اللي انتشرت في سيناء كلها المنتجات بتاعتها هتخرج ازاي؟ فكان لازم تخرج عن طريق هذه المواني. المنطقة كلها لوجستية، لازم نسهل للمستثمرين والرجال الأعمال والأهل المدينة أصلا. صحيح. الطرق والأماكن لخروج التجارة. والعائد كمان يا ست اللي هو ليس عائد اقتصادي فقط، يعني لما نيجي نتكلم عن إن بدأت المنتجات تخرج من شمال سيناء وتتصدر من خلال المينا، والدول اللي راحت لها هذه المنتجات تعرف ان هذه المنتجات خارجة من هنا من شمال سيناء من المحافظة اللي كان فيها إرهاب، دي رسائل كتيرة جدا بتقول ان الوضع عائد مر. أكيد يا فندم، منتجاتنا بالذات من الأسمنت ذات جودة عالية، مصانع سيناء للأسمنت وأسمنت سيناء كله تصدير ودي جودتها عالية. وإحنا دخلنا في معترك كبير مع دول شقيق، إنما إحنا لينا منتجنا ذات الجودة العالية اللي كله للتصدير. إن شاء الله الخير كله لأهل سيناء وبالذات شمال سيناء وأهل العريش. ده في نقطة كمان مهمة سيادة اللي هو نحب برضو إن إحنا نشير ليه. لما اتكلمنا في البدايه كنا بنتكلم عن الانفاق، في أيوة. 6 انفاق دلوقتي بيوصلوا، في شبكه طرق، في اعاده رصف للطرق، في مينا بيتعمل. اعتقد ان دي مقومات للتجاره الاساسيه اللي لازم تكون موجوده في اي مكان عشان تتم حركه التجاره في سهوله ويسر. اكيد يا فندم، التنميه يا فندم، التنميه دي كلمه كبيره قوي. التنميه دي لها مطالب ولها مقومات، ونتمنى ان شاء الله باذن الله الظروف اللي حوالينا دي كلها تخلص علشان نشوف التنميه دي على الارض الواقع فعلا ونتائجها تظهر علينا ان شاء الله باذن الله. احنا بنتكلم في نهايه 23 الارصفه هنا والحوض الاول يكون خلصان. مرحله اولى. انا بقول لحضرتك يعني هتبقى مقارنه رهيبه بين ما كنا بنعمل السنين اللي فاتت من بعد العمليه الشامله
وما بين انتاجنا هيبقى مثلا في نهايه 23. الموارد اللي هتخش هتبقى كبيره جدا 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 بالنسبه لو عملنا مقارنه بين السنين السابقه والسنين اللي جايه ان شاء الله باذن الله. هتغير شكل الحياه هنا، هتغير شكل الحياه، هتغير شكل الحياه. كل الموظفين اللي عندنا في المين والناس اللي بتعمل في قطاع التداول البضائع الشحن والتفرير كلهم من ابناء شمال سيناء. الخير كله هنا، والله الخير كله هنا. عاملين حسابنا في مخازن كمان يا فندم، وعاملين حسابنا في المستقبل. المستقبل ان شاء الله هيبقى خير جدا جدا مع الحوض الثاني. انا بيتهيألي يعني ان المينا ده هيبقى من اكبر المواني اللي موجوده في المنطقه كلها. مينا هيبقى مينا محوري، مينا محوري لمستقبل كبير ان شاء الله باذن الله. الخير كله لمصر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طبعا احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وكل هذه المعلومات. يعني حضرتك افدتنا بكم كبير من المعلومات عن المينا، واحنا خلاص في 2023 يعني اعتقد ان المرحله الاولى شرفت على الانتهاء. ان شاء الله حضرتك، انا بطمن حضرتك ان شاء الله في خلال الشهر اللي جاي ان شاء الله اول سفينه لشحن الاسمنت 30,000 طن 35,000 طن هتبتدي تشتغل من الرصيف سينا اللي هو 250 متر اللي هو العمق بتاعه 12 متر اللي هو ده. ان شاء الله باذن الله كله تصدير، كله تصدير للخارج. انتاج الشركه ده باذن الله كله هيبقى تصدير للخارج باذن الله، وكل ده للاقتصاد القومي المصري. صحيح، لنا انعكاسات كبيره على الاقتصاد المصري جداً طبعا جدا جدا طبعا. ده برضك في ظل ان احنا لسه ما خلصناش الانشاءات دي بقى الرؤيه الجديده، الرؤيه اللي هي خارج الصندوق. انك تشغل الرصيف قبل ما ينتهي المينا ما يخلص، تنسيق مع الجمارك ومع إدارة الجمارك وأمن المواني، المنظومة مكتملة. المنظومة مكتملة إن إحنا بنعمل حاجة اسمها دائرة جمركية مؤقتة ونشغل الرصيف. مش لازم يكون المينا كله خلصان عشان نبتدي نشغل الرصيف. لو هنستنى عشان نشغل المينا ده ينتهي على سنة 2026 يبقى كل الأرصفة اللي إحنا بنعملها دي هتبقى موجودة ومش شغال. فإحنا لازم نستفاد، نقدر نشغل الأرصفة دلوقتي. بالظبط كده يا فندم، بالظبط كده. وده اللي عاملين حسابنا عليه، ده اللي احنا عملنا حسابه خلاص ان شاء الله. ده عظيم جدا. شكرا جزيلا ليك يا فندم، شرفتنا ونورتنا ونورتونا. السيادة اللواء خالد عرفة نائب مدير ميناء العريش، شكرا جزيلا ليك. شكرا يا فندم.